صباح الخير مشاهدينا بحلقة جديدة من حوار اليوم. بدي رحب بضيفي الدكتور حبيب فياض، أهلا وسهلا فيك. بس اسمح لي يعني من بداية هذه الحلقة هيك قرروا يعطونا نفس لحتى نبلش الحلقة، بدي أنتقل مباشرة لبكركي. ببكركي في هذه الأثناء في مجلس أعمال البطاركة وفي البيان الختامي، رح نكون معه مباشرة بنرجع نبدأ هذه الحلقة. وأعضاء مكتب الرئيسات العامات وحضور السفير البابوي في جلسة الافتتاح، كما شارك في هذه الجلسة غبطة بطريرك السرياني الأرثوذكس مار إغناطيوس إفرام الثاني كريم وحضرة القس سليم صهيوني. تناول المجلس موضوع العائلة المسيحية في لبنان، واقعها، رسالتها، وخدمة الكنيسة. بعد الصلاة الافتتاحية ألقى رئيس المجلس البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كلمة نوه فيها بدور العائلة في الكنيسة والمجتمع، ذاكرا التحديات التي تعترض لها، وأكد أن الكنيسة ستضاعف جهودها في خدمة العائلات بكل ما لديها من إمكانيات، وشدد على مسؤولية الدولة في كل ما يختص بحياة العائلة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والوطنية، وندد بأصحاب السلطة السياسية وبخاصة المجلس النيابي الذي أحجم إلى اليوم عن واجب انتخاب رئيس للجمهورية فيما سارع إلى التمديد لنفسه، وكل ذلك خلافا للدستور، وقال إن كل هذه التجاوزات إنما تقع ضحيتها العائلة اللبنانية أيا كان دينها أو انتماؤها أو مذهبها، وثمن ما يقوم به القطاع الخاص من نشاطات توفر لآلاف اللبنانيين مجالات العمل والتوظيف. بعد كلمة غبطته تلا المجتمعون صلاة لراحة نفس المثلث الرحمة المطران منصور حبيقة. ثم ألقى السفير البابوي في لبنان المطران غابرييل كاتشا كلمة تحدث فيها عما جاء في رسالة قداسة البابا فرانسيس فرح الإنجيل من ضرورة إحياء الروح الرسولية في الكنيسة بدينامية تدعو إلى الخروج من الذات لمتابعة إعلان بشرى الإنجيل بطرق جديدة تستجيب لحاجات البشرية المعاصرة، وذلك انطلاقا من فهم الإطار الذي تعيش فيه العائلة اليوم. وشدد على دور الرعاة في مرافقة المؤمنين ومساعدتهم للتغلب على الصعوبات التي تعترض مسيرته، وقال إننا مدعوون على الدوام إلى إعادة اكتشاف فرح دعوتنا كرسل للرب الذي إنما جاء لتكون لنا الحياة وتكون لنا وافرة. وقبل البدء بأعمال الدورة وجه الآباء رسالة إلى قداسة البابا فرانسيس أعلموه فيها بموضوع الدورة والتمسوا بركته، وتلقوا جوابا من قبل قداسته أكد فيه صلاته من أجل السلام في المنطقة والخير لسكان لبنان. واستقبل المجلس نيافة الكاردينال كريستوف شامبورن رئيس أساقفة فيينا مع مجموعة من المشرعين الكاثوليك الدوليين من مختلف القارات، ودار حوار معهم حول ما يمكنهم أن يفعلوه لدى برلمانات وحكومات دولهم من أجل توطيد السلام في منطقتنا وبخاصة في سوريا والعراق، ومن أجل عودة النازحين إلى أوطانهم. قدم محاضرون من أساقفة وكهنة وعلمانيين وعلمانيات دراسات حول واقع العائلة في لبنان من مختلف النواحي الروحية والرعوية والقانونية والمدنية. شملت هذه الدراسات التحضير لسر الزواج ورعوية العائلة في الأبرشيات ومرافقة العائلات والوسطات العائلية والجماعات العائلية والتحديات التي تواجه العائلة وأسباب تفكك العائلة في ضوء الدعاوى الزواجية والتعليم المسيحي بشأن العائلة في المدارس الكاثوليكية والزواج المختلط
والقوانين المدنية بشأن العائلة. وفي هذا المجال يكرر أعضاء المجلس الطلب الذي تقدم به مرات عدة والنائم في أدراج المجلس النيابي فيما يتعلق بتبديل طائفة الزوجين والقاضي بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 23 من القرار 60 لام ري الذي يعود إلى زمن الانتداب الفرنسي سنة 1936، والذي ينص على أنه إذا بدل الزوجان طائفتهما يخضع زواجهما لنظام الطائفة الجديدة التي انتميا إليها، ويطالبون بالتقيد بالمادة 14 من قانون 2 نيسان 1951 التي نصت بشكل مطلق على استمرار صلاحية محكمة الطائفة التي تم فيها عقد الزواج سواء احتفظ الزوجان بطائفتهما أم انتقلا إلى طائفة أخرى. كما تطرق المجلس إلى بعض المسائل الرعوية المتصلة بخدمة الأسرار المقدسة ولا سيما العماد والإفخارستية والزواج. ويشيد المجلس بالعائلات المسيحية التي تحافظ على قدسية الزواج وقيمه، ويحث العائلات الناشئة على الاهتمام بإعداد زواجها والتمسك بالقيم المسيحية وعدم الانجرار إلى ما تحمله وسائل الإعلام من تعاليم منافية للقيم الإنجيلية وتقاليدنا اللبنانية العريقة. ويوصي الأبرشيات بمتابعة دراسة موضوع العائلة كمشاركة منها في إعداد سينودس الأساقف الخاص بالعائلة الذي سيعقد في الفاتيكان سنة 2015. ثم استقبل المجلس سيادة المطران فينشينسو باليا رئيس المجلس الحبري من أجل العائلة، الذي ألقى كلمة تحدث فيها عن وضع العائلة في المجتمع المعاصر ولا سيما في الغرب، وعما تحمله الكنيسة في تراثها وتعليمها من غنى في موضوع الزواج والعائلة، وعما يمكنها أن تساعد من خلاله عالم اليوم الذي ينحرف نحو الفردانية والحرية التي ليس لها أي مبدأ ثابت تستند إليه. اطلع المجلس على تقارير اللجان الأسقفية والهيئات التابعة له، وناقشوا أعمالها وأعطوا بشأنها التوجيهات المناسبة لاستمرار نشاطها في خدمة المؤمنين والمجتمع. وتشمل هذه اللجان والهيئات التعليم المسيحي ورسالة العلمانيين والعائلة والحياة ورعوية الخدمات الصحية والمدارس الكاثوليكية ووسائل الإعلام ورابطة كاريتاس لبنان ورابطة الأخويات والمرشدية العامة للسجون والعمل الرعوي الجامعي والأعمال الرسولية البابوية وتلفزيون تيلي لوميير وإذاعة صوت المحبة. لم تغب عن بال المجتمعين الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانيها المواطنون والمواطنات ولا سيما العائلات، ويناشدون أصحاب القرار في الدولة اللبنانية إلى الاهتمام الكافي بهموم الناس ليؤمنوا لجميع المواطنين الحد الأدنى من الخدمات العامة من ماء وكهرباء واستشفاء وتعليم وطرقات، ساهرين على الإنماء المتوازن لجميع المناطق اللبنانية. كما تطرق إلى الحرب الدائرة في سوريا والعراق وما تتركه من آثار على الأوضاع العامة في لبنان، وهم إذ يكررون مناشدتهم المراجع الدولية كي تبذل جهودا أكبر لإحلال الوفاق والسلام في هذين البلدين المدمرين بشرا وحجرا، ولوضع حد للتنظيمات الإرهابية ولعودة المطرودين عنوة والنازحين إلى بيوتهم وممتلكاتهم، يطلبون من جميع الأفرقاء أن يتعالوا على خلافاتهم ويلتفوا حول الجيش اللبناني وسائر القوى العسكرية والأمنية التي هي وحدها
قادرة أن تلبي رغبات وطموحات جميع المواطنين والمواطنات تحت راية العلم اللبناني، ويطلبون من أبنائهم أن لا يتركوا شعلة الأمل تنطفئ في قلوبهم، وأن يبقوا في وطنهم حيث زرعهم الله لأجل الحفاظ على الحضور والدور المسيحي في مجتمعهم. أما بالنسبة إلى الفراغ الذي لا يزال مع الأسف قائما منذ 6 أشهر في صدة الرئاسة الأولى، فيطلب المجتمعون انطلاقا من مسؤولياتهم الروحية من المرشحين إلى رئاسة الجمهورية أن يقتدوا بربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي أخلى ذاته وقبل الصلب من أجل خلاص البشر، ويتخلوا عن مصلحتهم الشخصية من أجل خلاص الوطن. كما يطلبون من جميع نواب الأمة أن يتحرروا من الضغوطات الخارجية ويطلعوا بمسؤولياتهم الوطنية لانتخاب رئيس للجمهورية وإقرار قانون انتخابات يحقق التمثيل الصحيح ويضمن حقوق جميع الطوائف والمذاهب في المساواة احتراما للعيش المشترك الذي هو أساس وجود الوطن اللبناني. أجرى الآباء الانتخابات للمناصب الشاغرة في لجان المجلس الأسقفية وهيئاته، وكانت النتائج كالتالي: المطران كميل زيدان عضوا في لجنة الترشيحات، المطران إلي حداد رئيسا للجنة الأسقفية للتعليم العالي والجامعي، المطران شكر الله نبيل الحاج رئيسا للجنة الأسقفية عدالة وسلام، المطران حنا علوان رئيسا للجنة الأسقفية للشؤون القانونية والمحاكم الروحية، المطران إدوار ظاهر نائبا لرئيس اللجنة الأسقفية لرسالة العلمانيين ومشرفا على العمل الرعوي الجامعي، الأبات طنوس نعمة نائبا لرئيس اللجنة الأسقفية اللاهوتية والكتابية، المونسنيور جابرييل موراديان نائبا لرئيس اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، الأم سيلفستر العلم نائبا لرئيس اللجنة الأسقفية لرعوية الخدمات الصحية، الخروسقف وهيب الخواجة أمينا عاما لمجلس البطاركة والأساقف الكاثوليك في لبنان، الأب بطرس عزار الأنطوني أمينا عاما للمدارس الكاثوليكية في لبنان، الخوري جوزيف العنداري مرشدا عاما للسجون في لبنان. وفي الختام، يحيي المجلس العائلات التي تعيش القيم الإنجيلية، ويطلب من جميع العائلات أن تدرك مسؤوليتها في أن تكون خميرة صالحة في المجتمع ونورا للعالم، ويهنئ جميع اللبنانيين بعيد الاستقلال القادم، راجيا أن تتحقق بأسرع وقت ممكن أمنيات جميع المواطنين بانتخاب رئيس للجمهورية يعيد للبنان كرامته وللمؤسسات الدستورية انتظامها وحيويتها، ويعمل على توطيد أواصر الوحدة الوطنية ووحدة الكلمة بين جميع أبناء وبنات الوطن اللبناني. إذن مشاهدينا، كنا مع البيان الختامي للبطاركة، لاجتماع البطاركة في بكركي. بدي أرجع لك دكتور حبيب، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، صباح الخير. يعني بداية من هذه القنبلة الغذائية اللي فجرها الوزير وائل أبو فعور، وإلى جنبها طبعا ما بننسى، يعني لما نقول وائل أبو فعور على طول كمان بنتذكر ملف العسكريين المخطوفين، واللي صار أيضا من يومين إنه في عائلة من هؤلاء استطاعت أن ترى ابنها بأحد كهوف عرسال، جرود عرسال، وفي تصريح يعني لهذه العائلة بتقول إنه جرى التواصل مع الوزير وائل أبو فعور، طبعا بحكم أنه هو مهتم بهذا الملف. ولكن هلأ أيضا بالجمعة الجاية رح يكون في عائلة تانية، واللي بعدها في عائلة ثالثة، وكأنه فتحناها زيارات يعني عند، شو رأيك؟ شو بقيك نحكي بعرسال ولا بالغذاء؟ بعدين بالغذاء، لأنه الغذاء شكله موضوعه طويل كتير. هلأ بطبيعة الحال أنه من حق
أي عائلة أو أنه شيء منيح أنه العائلة اللي عندها جندي أو عسكري مخطوف أنه تقدر تتواصل معه وتزوره. بس أنا هيدا الإجراء اللي عم يتم حاليا أنه بالتدريج وبالدور من الممكن أن يصار إلى نقل عائلات من أجل ملاقات أبنائها في جرود عرسال هو أمام محظورين أو شغلتين لازم ينوقف عندهم. الشغلة الأولى أنه يبدو أنه هيدا الأمر يندرج في إطار الضغوط النفسية والحرب المعنوية التي ستمارس على الأهالي من أجل أن تزيد الأهالي من ضغوطها على الدولة اللبنانية للاستجابة إلى مطالب الخاطفين. بمعنى أنه هيدي الأم اللي مبارح شفناها على التيفي منهارة بحالة انهيار شامل، هاي الأم قبل ما تروح تشوف ابنها ما كانت هيك، ما كانت بهاي المستوى من الانهيار. بمعنى أنه تصوري أم تروح تشوف ابنها بأقصى درجات الويل والثبور إذا بدك، بوضع مأساوي، تقعد معه فترة عدة دقائق أو ما بعرف قديهن وتتركه وترجع. نعم. ردة فعل الأهالي عندها إذن سوف تكون إيه يعني نفس الإعازات اللي كانت تنعطى أنه سكروا الطريق الفلاني وانزلوا عملوا اعتصام بالمكان الفلاني. نفس هاي الإعازات عم يعاد إلى تكرارها ولكن بصيغة مختلفة. هلأ المحظور الثاني أنا برأيي كمان اللي بينوقف عنده واللي لازم أنه يتضوع عليه شوي، انه معلش كمان نحكي الامور بصراحه، انه هيدا اللي اخذ العوائل هو مين؟ هو الوسيط السوري او القطري؟ يعني ما قيل انه احد ابناء بلده عرسال. طيب يعني يا دوله لبنانيه انه في طرف خيط عم يقدر يوصلكم، يعني هيدا الشخص اللي بيعرف الاماكن التي يتم احتجاز فيها العسكريين الرهائن، ليه عم تتعاملوا معه كوسيط بدلا من ان تتعاملوا معه كمتهم؟ يعني ما تقنعيني انه هيدا ما مقدم خدمات لجبهة النصرة او لداعش، حتى بالمقابل النصرة وداعش عاطينه امتياز انه يستطيع. هي اذا ما بدي اقول انه هو من عناصر داعش والنصرة. يعني انت تقول انه على الحكومة اللبنانية ان تتعامل مع الوفد القطري اللي هو الوسيط على انه طرف في هذه القضية. مش الوفد القطري، مش يعني اللي عم ياخذوهم، يعني مش أحمد الخطيب إجا أخذ أمه وقال له تعي بدي أخذك. هاي في ناس ميدانيين على الأرض، هول مين هني؟ هول مين مغطيهم؟ بس إلى أي مدى هول يمكن أن يغيروا في المعادلة؟ بالحد الأدنى هول يعني هول ناس من عرسال بيعرفوا مين هن الخاطفين وبيتواصلوا طيب مع الأهل وهن لصلة الوصل، بس هول الأشخاص إذا أجت الحكومة طيب واعتقلتهم على سبيل مش على القليلة تعتقلهم، على القليلة إنه تاخذ معلومات. هلا ما بدي لانه هاي الملف ما بينحكى بالاعلام، بس انا عم بحكي بالعقل الامني والعقل الاستخباراتي والعقل حتى اذا بدك السياسي، انه يعني هذا النمط من الوساطات ليس بريئا ومش حدا قاعد جمعية. يعني هو مش تيري ويت اللي كان بيوم من الايام اسقف واجى لحتى يعمل وساطة، ومع علم أنه تبين بعدين أنه هو لا كمان متورط استخباراتيا، هو مثل مش القس جاكسون أو محمد علي كلاي اللي قاعد بمكان بعيد وإجا بده يعمل بادرة حسن نية. هو لا، شخص على الأرجح متورط وشكل من الأشكال، ولكنه يحاول أن يتغطى من خلال ازدواجية الدور تحت عناوين إنسانية أنه يستطيع أن يوصل الأهالي بذويهم. طيب على كل حال بالدول المتقدمة اللي بيصير عندها هيك حالات يمنع الأهل حتى من التصريح إلى وسائل الإعلام، يعني حتى هذه الفوضى الإعلامية اللي عم ترافق هذا الملف أيضا ما بعرف قديش بتوافقنا أنه هي عم بتسبب بمشاكل، يعني عم بتزيد من تفاقم الأزمة. لا هلا بصير بعد نفتح يعني ملف التعاطي الاعلامي للاسف. لا ما بدي، بس انه فكره انه اعطاء الحريه للاهالي بانه يروحوا يجوا يحكوا للاعلام هذا ايضا يضاعف كل هيدا الملف. يجب ان يندرج في اطار السريه التامه، وانا برايي حتى ما يجب ان يطلع عليه الاهالي انما هو بمقدار الضروره التطمينيه اللي بس بتحول الأهالي إلى نوع من الاطمئنان النفسي، وما في ضرورة على الإطلاق أنه يتم وضع الأهالي بتفاصيل المفاوضات وتفاصيل ما يحصل. بس للأسف
وسائل الإعلام والأهالي وربما تعاطي بعض الأجهزة الأمنية مع الأهالي نتيجة الضغوط التي تتعرض لها الأجهزة الأمنية، عم يتم تسريب الكثير من المعلومات للأهالي بما ينعكس يعني بشكل سلبي على مجمل هذا الملف، علما انه بالمعطيات الامنيه يعني مره انا بيكون افترضنا انه انا جبهه النصره، انا بيكون عندي 99 معطى متوفر وبحاجه الى بعد معطى واحد، ممكن هذا المعطى اقدر اني احصل عليه من خلال تصريح ما قاله احد ذوي المخطوفين بطريقه عفويه وبريئه بالكامل، بمعنى أنه ممكن يقدر الخاطف يحدد رؤية واستراتيجية الدولة اللبنانية في التعامل مع هذا الملف من خلال ما تسربه الدولة اللبنانية لأحد أهالي المخطوفين. نعم، طيب بالحديث يعني مثلا واحد المفترضنا في وفد عند رئيس الحكومة، وفد من أهالي المخطوفين عند رئيس الحكومة، بيقوم رئيس الحكومة بيقول لهم بأي شكل من الأشكال نحن ما بنقبل انه يبقوا ومهما يكن الثمن نحن بدنا نسترد. هذا ما يسمعونه مهما يكن الثمن. طيب هذا يعني طيب انه هاي الكلمه بتخلي هداك يعلي سقفه. لا، بمكان ما انت بدك تحسس الطرف الاخر انه بمقدار حرصي على حل هذا الملف وارجاع المخطوفين انه انا كمان مستعد ان اطوي هذا الملف في بعض الحالات وعدم الاستجابه لمطالب الخاطفين. نعم، طيب بخصوص مهما كان الثمن والمطالب يلي شفناها من حوالي أسبوعين أو أكثر، اللي هي تتضمن يعني خيارات، عدة خيارات يعني، بس أنه اللي فيها أنه في إطلاق سجنة من السجون اللبنانية والسجون السورية، أيهما الأقرب إلى التنفيذ برأيك أو هيدي حتى بطلت جدية؟ هلا في بعض العبقريات يعني ربطت بين بعض الامور اللي لها علاقه بالعلاقات السوريه اللبنانيه وانه هلا انا يعني ما قدرت افهم كيف انه هذا الامر سوف يعني وكانه كل لبنان توترت علاقته مع سوريا وبالتالي لم يعد هنالك امكانيه لايجاد طرف لبناني وسيط تربطه بسوريا علاقات ايجابيه يستطيع الذهاب الى سوريا وبالتالي العمل على إفراج عن يعني سجينات سوريات عند النظام السوري. هل مطلوب وسيط دكتور فياض أو مطلوب من الحكومة اللبنانية مثلا أن يعني تحاول يعني أن هي لا تقوم المطلوب بهذه هو بالأساس المطلوب من الحكومة اللبنانية أن تنفتح بالمطلق ومن دون أي شروط على الجانب السوري. طيب. بس من وقت اللي صارت مشكلة هيدا أنه ما زلت أنا أنتظر اتصالا من الرئيس الأسد، هاي العبارة اللي قالها الرئيس سليماني، من وقتها في فريق بلبنان رسم يعني بلوك كامل على العلاقات مع سوريا، يعني هيدا اللي ما عنده مشكلة انه يتفاوض مع داعش والنصرة بالوقت اللي هن عبارة عن عصابات تخطف وتقتل، ما بفهم انا كيف عنده مشكلة انه يتواصل مع الجانب السوري بالوقت اللي المصلحة السورية واللبنانية المشتركة تستدعي أعلى درجات التنسيق. بس بالإجابة على السؤال اللي تفضلتي فيه، أنا بتصور أنه الاستجابة السورية لمطالب الخاطفين أكبر من الاستجابة اللبنانية، بمعنى أنه ممكن يتم العمل على إطلاق سراح مخطوفين بالسجون السورية، يعني سجناء بالسجون السورية، أكثر من أنه لبنان يستجيب لهذا الأمر. ليه؟ لسبب بسيط، أنه بسوريا في وحدة قرار، والموضوع الثاني أنه سوريا بظل الأزمة اللي عايشة فيها وحالة الفوضى العارمة ما عندها يعني هاي اللازمة أو هيدا الشعار اللي نحن بلبنان عم نحكي فيه ونكرره لإله علاقة بهيبة الدولة وبسمعة الدولة، وخاصة أنه سوريا قبل الآن عملت هيك شيء، يعني عملت هيك شيء بمخطوفين أعزاز وبمخطوفين معلولة، يعني الراهبات اللي إذا الدولة السورية هي أسهل بالتعامل مع هذا الملف، بلبنان من مع هذه المقايدة ومن ضد ليه؟ بلبنان ما بتصور انه بعد في حدا ضد المقايده، واذا بتتذكري مره مش الحلقه الماضيه انا وياك اللي قبلها انا لمحت لامكانيه ان يكون هناك مقايده، انه حزب الله يوافق على مبدا المقايده، استغربتي حضرتك يعني لانه كان بوقتها بالبدايه حزب الله يرفض رفض بس بعدين اجى لا ولا مره حزب الله قبل كلام السيد حسن نصر الله اللي قال من خلاله انه نحن مين قال انه نحن ضد مبدا التفاوض كان وزراء بالحكومه
داخل الحكومة قالوا ممكن تكون نقلوا عنهم يعني. أنا اللي عم لك يا جوزفين إنه هلأ بالمبدأ بلبنان ما حدا ضد المقايدة، إيه بس في اختلاف وتباين بوجهات النظر حول حيثيات وتفاصيل هاي المقايدة، إنه إذا مقابل كل جندي هؤلاء بدهم 50 واحد، نعم، وعندك أنت 40 جندي مخطوف، ضربيهم 40 ب50 يمكن بيفضى سجن رومية من المعتقلين. طب ما هذا كمان مش منطق المعتقلين الإسلاميين. طيب ممكن حدا يقلك أنه نحن بدنا نعمل مقايضة بين كل اللي محكومين من 20 سنة إلى الآن، يمكن في فريق تاني عبقول هؤلاء الذين تم إيقافهم ولم تتم محاكمتهم من الممكن التعامل معهم كأسرى حرب، وبالتالي الدولة اللبنانية تحت هذا العنوان لأنه أسير الحرب لا يحاكم، فينا نلجأ لعملية المقايضة. بيطلعوا هول كلهم على بعضهم 40-50 واحد فبتتم عملية المقايضة. بس وقت لي في وسائل إعلام بالداخل اللبناني عم بتمارس تيار ضاغط باتجاه الاستجابة لمطالب الخاطفين، وربما بالتقاطع حتى ما أقول بالتواطؤ مع بعض الأطراف السياسية، طب ما أنت خليني أنا فاوض أنا مرتاح، هذا ما يدفع الخاطفين إلى رفع السقف كثير. طيب بدي أنهي هذا الموضوع بخبر اليوم ورد بالصحف وبنفي من بعده للأمن العام أن اللواء عباس إبراهيم كان قد اجتمع بالأيام الماضية مع حدا من جبهة النصرة وداعش مع الخاطفين في مسعى يعني للمفاوضات والمقايدة. نفى اليوم الأمن العام. مين عم يتولى المفاوضات؟ يبدو أنه في أطراف بالمعارضة السورية محتضنة قطرياً فاتحة على الطرفين، فاتحة على ميدانياً على داعش والنصرة، وفاتحة رسمياً على الدولة اللبنانية ممثلة بجهاز الأمن العام، وهو اللي عم يتولوا المفاوضات. ومن سيتولى المفاوضات مع الحكومة السورية طالما حضرتك عم تقول أنه إذا كان موقف الحكومة اللبنانية أن لا تتعاون مع الحكومة السورية فيفترض أن تجير لحدا؟ يعني أنا بتصور أن لا، اللواء إبراهيم. اللواء إبراهيم ويعني جوزيفين لازم نعترف بشغلي، أنا ما بحب، أنا بطبع ما بحب رجال الأمن والاستخبارات، بس خلينا نتصور المشهد اللبناني حاليا من دون اللواء عباس إبراهيم. هيدا الرجل أثبت إلى الآن كفاءة بملف أعزاز بالوقت اللي كان على درجة عالية من التعقيد، وأثبت أيضا كفاءة بملف معلولة بالوقت اللي كان على لا يقل تعقيدا عن ملف أعزاز. المطلوب أنا برأيي من كل الأطراف بما فيها الإعلام أنه يا عمي خلوا هالزلمة يشتغل، خلوا هالزلمة يعني بعيدا عن هاي اللي بيسموها شناجيل بالإعلام، يعني اللي مسرب الخبر أنه عباس إبراهيم اللواء إبراهيم التقى بجامعات النصرة وداعش، هذا شو بده يقول؟ بدي أقول عباس إبراهيم محسوب على جهة معينة، وهاي الجهة المعينة ماخذة موقف مبدئي ونهائي من التواصل مع داعش والنصرة، فبالوقت اللي بتمارس فيتو على بعض الأطراف من التواصل مع الإرهابيين هي بشكل أو بآخر عم تتواصل معه. طب ما هذا كمان يعني لا بترحمونا ولا بتخلوا رحمة الله تنزل علينا، خلينا نشتغل بهدوء وبعيدا عن الصخب الإعلامي من أجل حل هيدا الملف، مش نحن يعني هن اللي الأطراف المولجة بهذا الموضوع. طيب بالانتقال إلى الوزير وائل أبو فعور، من بعد ما أيضا شفنا مسعى منه للوزير وائل أبو فعور بإعاز من رئيس الحزب يعني وليد جنبلاط بملف المخطوفين، وشفناه عم ينزل مع الأهالي لما كانوا مسكرين طريق البقاع، اليوم عم نشوفه بموقع آخر وأيضا بحيثية أخرى بوزارة الصحة. أنا عم تبتسم. في فضيحة انقسم الفضيحة، ما تم الكشف عنه ولا الفضيحة انت بدك تقول هو الشيء اللي انقسم اللبنانيين بهذا الموضوع، ناس اعتبروا الفضيحة هي ما تم الكشف عنه من خروقات صحية، وقسم ثاني بيعتبر ما قام به الوزير وائل أبو فعور هو فضيحة بحد ذاته. انت من اي؟ طيب هلا الجواب النمطي عادة على يعني على هيدا النمط من الأسئلة، واللي طبعا كلنا مقتنعين فيه بس لابد من التذكير به، انه ما حدا بلبنان بتقليله انه هناك مشكلة إلى علاقة بالفساد، شو رأيك منحلها ولا لا؟
إلا ما بيقول لك إيه. سواء كان هذا الأمر مرتبط بالغذاء أو بأي مسألة أخرى يعشعش بها الفساد على المستوى الوطني. وطبعا لا شك أنه صحة الناس مسألة أساسية، وهي مرتبطة مش بس بالأمن الغذائي، مرتبطة بالأمن القومي عند كل العالم. مسألة الغذاء هي مسألة بمصاف الترسانة النووية اللي بتمتلكها الدول الكبرى. يعني قديه بيخافوا على المفاعلات النووية من أن تصاب بالتسرب أو بالتلف أو هل قد الدول عادة حريصة على مصلحة، على صحة مواطنينا؟ هيدا بالمبدأ. هلأ بس الشيء اللي شفناه خلال الأيام الماضية، أنا ما بقدر أفصله عن مسرحية ما، عن سيناريو ما، ما بقدر أفصله عن خلفية سياسية ما، وتحديدا إذا بدك لحتى نسمي الأمور بمسمياتها وكما هي، أنا بتقديري أنه الحزب الاشتراكي، يعني الوزير أبو فاعور، أنا ما صدقت وقت اللي كنت عم بسمع، مع محبتي له أنا كشخص أحترمه بل أحبه، بدك أكثر من هيك؟ بس من المعيب أنه نحن بعد 24 سنة من انتهاء الحرب الأهلية وحل الميليشيات بقول أنه نحن بالحزب الاشتراكي مصرون على، يا أخي أنت هون وزير حزب الاشتراكي هو لمجموعة قليلة من اللبنانيين، بس أنت وزير يجب أن تعبر وتمثل كل اللبنانيين. بس بعتقد هذا قاله الوزير وائل أبو فاعور ردا على يعني الهجوم الذي تعرض أنا كنت عم بسمع السياق بالكامل، ما حدا سأله. كان عم يحكي بموضع الإنشاء مثل ما بيقولوا، ما يعني مش بموضع ردة الفعل. إيه بس هو وقال. مش ردا على الهجوم الذي تعرض، مش ردا على السؤال قصدي، يعني هو كان عم بجاوب الأحزاب الأخرى والوزراء الآخرين بأنهم اللي هاجموا يعني بهذه الحملة. يعني أنا بقدر هلأ أقول لهم لللبنانيين أنه مسألة مواجهة الفساد الغذائي بلبنان هي مبادرة من الحزب التقدم الاشتراكي، لأنه الحزب التقدم الاشتراكي حريص على صحة اللبنانيين. والله من الأسلم أن أقول بأنه هيدا إنسان جاء إلى وزارة الصحة مثلا ولديه كفاءة ومصداقية ويشهد له بالنزاهة حتى داخل الحزب الاشتراكي، وجاي عم يمارس المهام المطلوبة منه على مستوى الأمن الغذائي بالبلد. أي أنسب أنه أقول بحكي باسم حزبة، والله بحكي باسم الوزارة التي أمثلها. بس ما هذه الوزارة التي يمثلها وائل أبو فاعور، بس خليني أنا رد عنه شوي، أنه هذه الوزارة هن هاجموه، مش كلهم يعني الوزراء، يعني قصدي ما هاجموه على أي أساس؟ الوزير ميشيل فرعون. طيب اسمعي يعني شوي، يعني قصدي لم تتبنى الحكومة هذه الحملة. مرة منقول هاجموه لأنه هو بالحزب الاشتراكي، ومرة منقول هاجموه نتيجة سياسات الوزارة التي يمثلها. إذا هاجموه على خلفية الحزب الاشتراكي وبيقوم هو بيرد عليهم بمنطق الحزب الاشتراكي والانتماء إلى الحزب الاشتراكي، بيكون عم بيكرس الشبهة اللي هني عم يطرحوها. مفترض هو قد ما يعني قدر الإمكان يبعد هيدا الإجراء عن الحزب، مش يلزقه بالحزب. ليه؟ لأنه حتى المقتنعون بنزاهة العمل الذي يقوم به عندما يتحرك على خلفية حزبية بتصير عم تتسيس الموضوع، ويمكن البعض يصير يستذكر أحداث الجبل بال83 وبالثمانينات، وبصير بده يفوت موضوع الدجاج اللي لقوه بسوبر ماركت مدري مين بموضوع 83 وقت الحرب الأهلية بلبنان. طب ليه بدنا نحكي هيك؟ ليه بدنا نحكي بهاي المنطق؟ أنا اللي كنت عم بقوله إنه ما بعرف هلا نحن بلبنان عندنا حساسية إنه الطوائف ما تتدخل بشؤون بعضها، بس خليني أحكي بعقلية الباحث اللي بدي حاول قد ما فيه أني اتجرد عن الموضوع. أنا إذا بحط على طاولة البحث أداء وليد جنبلاط مع حفظ الألقاب من 2005 إلى الآن، أنا إذا كنت أنتمي إلى الحزب الاشتراكي بالحد الأدنى أنسحب من هذا الحزب لسبب بسيط. كل العالم، كل الرجال، كل الشخصيات، يعني هلأ سمير جعجع اللي أنا بعتبر حالي على تناقض معه بالسياسة والقيم، بقدر حدد أكس محور تتمحور حوله سياسات سمير جعجع، بغض النظر أنه أنا بختلف جوهريا معه. بس والله أنا لحد هلأ ما عم بلاقي المحور الذي
تتمحور حوله سياسات وليد جنبلاط، وآخرها موضوع النصرة. أنا هاي رابع مرة بقول رح أحكي بموضوع طيب. النصرة، بس لأني مضطرة أفوت بفاصل إعلاني، بس قبل ما بس لحتى وصلت للنتيجة اللي كنت أحلى ما يبين حكي مقدمات بلا نتيجة. أنا برأيي هاي الهمروج اللي صارت بالضبط، هاي الهمروج اللي صارت تأتي في إطار تغطية حالة الفراغ وانعدام الوزن التي يعيشها الحزب الاشتراكي نتيجة التخبط بالمواقف وعدم القدرة على تثبيت البوصلة باتجاه معين. فالحزب الاشتراكي بده يحصد على مستوى تأييد الرأي العام بلبنان وعلى مستوى تأييد الرأي العام داخل الطائفة الدرزية. اجوا عملوا لنا هاي الديباجة من أجل ملء فراغ معين على المستوى السياسي. هذا باختصار. نعم. يعني يحاول وليد جنبلاط إعادة يعني هذه الحيثية، مش بس الحيثية، هذه الشعبية، محاولة لتعويم الحزب بالوسط اللبناني بعد اللبناني؟ بعد الإخفاقات الهائلة. ما أنا لبناني وهياني عم بتساءل، قصدي اللبناني ولا ساحته له؟ لا اللبناني كمان، ساحته جزء من اللبناني، لأنه أيضا يقال أنه أيضا ساحته جزء من اللبناني. يعني أنا ما قلت ساحته لأنه حكما وقت اللي عم بقول لبناني يعني بما فيها الطائفة الدرزية الكريمة. بس الأهم من هيدا الموضوع كله، يعني ما علي شيء أنه الوزير وليد، ما يعني أنا برأيي لازم نحن نحكي من يوم رايح بشفافية والأمور مثل ما هي، واللي إله علينا شيء يحكي مثل ما نحن عم نحكي عنه. أنه أنا بقرأ تصريح لوليد جنبلاط أنه يريد محاربة المافيات المعشعشة في مفاصل النظام اللبناني، هاي حرفيا. طيب أنه يعني هاي الحكي بيمرق، يعني لا يتقبله إلا واحد من شخصين، إما حدا غبي عم يتم معليه استحماره، وإما حدا متواطئ يستفيد من حالة الفساد العامة بلبنان. بمعنى أنه أنا ما عم بستهدف الحزب الاشتراكي، أنا كمواطن لبناني بعيدا عن الانتماءات السياسية كلها. هلأ أنا بدي أحط انتماء سياسي على جنب. جوزيفين، أنا بسألك سؤال، الكهرباء من 75 إلى الآن 40 سنة غير مطابقة للمواصفات، مثل فخد الدجاج اللي لقاه بسوبر ماركت مدري وين. طيب أيها اللبنانيون، هؤلاء الذين يريدون محاربة الفساد في الغذاء من 40 سنة لهلأ ما قدروا يحلوا مشكلة الكهرباء. هي مش واقفة على الكهرباء، بنحكي بالخلياوي، بنحكي بالجمارك، بنحكي بموضوع البيئة والكسرات، بنحكي بموضوع الأملاك العامة، بنحكي بموضوع الاتصالات، بنحكي بموضوع سوكلين والنفايات. طيب بس هلا ممكن حدا يرد يعني عليك يقول لك يا دكتور حبيب انه عندما حانت اللحظه التي ربما قرر هؤلاء ان يحاربوا فيها الفساد بملف معين، لماذا نذكرهم بملفات الفساد الذي كانوا؟ بس خليني اجاوب على هذا. في حدا اصلع بدي اجى زرع شعرتين براسه ويريد ان يتغنى بهما ويعتبر حاله انه هو عمل انجاز بهول الشعرتين. هول الكم سوبر ماركت اللي تم اقفالهم هني مثل شعرتين في صلع كامل وهائل من الفساد المستشري على مستوى البلد. أوكي. هل هذا يبرر عدم اقفال هذه المحلات ام انه في بعض المحلات حقيقه ظلموا؟ رح نجاوب على هالسؤال، ولكن اسمح لي اتوقف مع فاصل عليه لانه تاخرنا كثير على الفاصل وبنرجع. عودة لكم مشاهدينا ولضيفي دكتور حبيب فياض، بدي ارجع ارحب فيك. قبل ما ادخل الفصل علينا كنا عم نحكي عن فضيحة الغذاء، وانت كنت عم تحكي عن فضيحة ما قام به الوزير وائل ابو فعور بحسب توصيفك، وكنت عم بسألك يعني برأيك كل هيدي المحلات يلي ذكرها الوزير وائل ابو فعور وثمة من قال انه جرى التشهير بها، هل هي ظلمت مقابل هذه الحملة يعني يلي حضرتك عم تقول انه هي حملة منظمة من حزب التقدم الاشتراكي بهدف معين، اما هي لا ما انظلمت ولكن هي كانت النقطة ببحر الفساد القائم بالبلد؟ لكن الجانب التقني لا انا ولا انت ممكن انه نحسمه، يعني هلا بس انه شكل هذا، يعني شكل التعبير، شكل الاعلان عن هذه المؤسسات التجارية، شكل انه تقسيمها بحسب المناطق وكل هيدا، يعني يعني نحن قدام فرضيتين
كل فرضية من الفرضيتين ممكن أنه نلاقي لها المبررات اللي تأكد صحتها. الفرضية الأولى أنه إيه بلبنان الفساد، يعني إذا كان بلبنان هنالك فساد في الأدوية، وإذا كان بلبنان الفساد ينخر بعظام الدولة، يعني لا يوجد مجال من مجالات الدولة اللبنانية مستثنى من الفساد، إيه بالفعل ممكن. وقبل هلأ تم الكشف أكثر مرة عن استيراد مثلا لحوم فاسدة من الخارج إلى لبنان. هاي فرضية، هاي الفرضية يجب التعامل معها، بس مش بهاي الطريقة الاستعراضية التي لا تحفظ حقوق الناس بالحد الأدنى، واللي بتعمل بلبلة بالبلد أكثر ما بتعمل حل. فرضية تانية بتقول إنه لا مش هيك، يعني هل المطلوب من كل سوبر ماركت أو مؤسسة غذائية إنه تجيب مختبر وتحطه وقت اللي بدها تفوت البضاعة اللي بدها تفوتها على المحل اللي عندها تقوم تخضعها للمختبر؟ طيب مين قال إنه هاي المواد التي قيل بأنها فاسدة ما بيتم القضاء على البكتيريا الموجودة فيها عندما تتعرض للغليان؟ مين بيأكل الدجاج من دون ما إنه يغليه أو من دون ما إنه يسلقه أو من دون ما إنه؟ طيب مين قال إنه الدولة اللبنانية لا تتحمل المسؤولية الأولى؟ يعني تصور أنت إنه أصحاب المحلات يجيبوا مية صحة ويغسلوا فيها، يمكن بس مية، وهلأ بقولوا في مياه معدنية عبتتعلب بلبنان بأنينة كمان طلعت غير مطابقة صحيح للمواصفات. طب أنت يا حضرة الدولة اللي عبتعطي مي ملوث للعالم، يمكن ما إلك حق تجي تقولي للمؤسسات إنه هاي البضاعة فاسدة لأنه أنت السبب بإفساد هذه البضاعة. بعيدا عن القصص التقنية بهذا الملف، بدي أنتقل شوي للسياسة. هل برأيك أنه الحزب التقدم الاشتراكي نجح بهذه الحملة أنه يسترد ما خسره من جراء مواقف وليد جملوت بموضوع جبهة النصرة وموضوع القتال في سوريا وما إلى هنا؟ يعني في بلبنان للأسف بلبنان في طبقة من الناس، ما عليه بدي أقولها، مغفلة. طبعا في طبقات أخرى من الناس عندها درجة عالية من الوعي. هلا هذا في رح يصير في عليك هجوم كبير. قصدي لا أنا ما بحكي عن كل الناس، بدنا يعني 100% من اللبنانيين لديهم درجة عالية من الوعي. بشكل نحن بلبنان في عنا طبقة من الجماهير، وأنا كاتب عن هاي الموضوع، يعني بعالم بسيكولوجيا الجمهور يتعاطى مع الزعيم على أساس أنه إله، يعني هيدا الله اللي بالسماء اللي أنا ما بقدر أوصل لإله، واللي هو غير متعين وغير محدد ولا شكل له. أحيل هذه المواصفات اللي هي مواصفات لاهوتية إلى هيدا الزعيم اللي موجود قدامي، بحيث تتحول أوامر ومعطيات وتصريحات الزعيم إلى مقدسات أنا ألتزم بها. للأسف نحن لو ما كان الوضع بلبنان هيك ما كنا وصلنا إلى هاي المستوى من المأساوية على مستوى الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات. فأنا وقت عبقول أنا وقت عبقول المتصلة بالأقمار الاصطناعية كمان، يعني هاي وحدة كل من الأمثلة اللي تجوز على هذا القول. اللي حكيوا عن هذا الموضوع هن لديهم سذاجة، بحيث أنه قسم كبير من الجمهور نعم ينساق أغلبية الجمهور. دكتور غالبية الجمهور، وإذا ما نشوف على الواقع أنت قلت أهلا مشكلة، أنا قلت طبقة، إذا بدنا نقول الأغلبية ساعتها أنا عم قلت لاحظنا على مواقع التواصل الاجتماعي جوزفين. غالبية جمهور حزب الله اعتقد أنه هذه خوذ متصلة بالأقمار الاصطناعية وهي جوزفين. التي أنقذت السيد نصر الله. جمهور حزب الله، أنا ما بقول هن مقدسين، داخل جمهور حزب الله هناك شريحة نعم من الممكن أن تنساق خلف الإشاعة. داخل جمهور حزب الله هنالك شريحة نعم من الممكن أن تتعامل من موقع ردة الفعل بناء على الموقف المعلن في نفس اللحظة، بس بالإطار العام إذا بدك تحكي عن جمهور حزب الله، يعني هلأ كمان بدك تفوتيني بشنقولي التانية، هو الأكثر وعيا بين الجمهور اللبناني، هو الأكثر قدرة انه كل المحطات وكل التجارب اثبتت هذا الشيء. بس هلا خليني اخذ من اخر، يعني انا
من آخر مثل قصة الخوات هذه الخوات هل تنكر أن غالبية هلأ جمهور حزب الله تداول هذا الخبر وصدق بأنها خوات متصلة بالأقمار الاصطناعية وأنه شايفون لهدول الفرقة الجديدة على أنه فرقة تتصل مباشرة بهذه الأقمار وهي تستطيع أنه تسيطر على محيطها؟ صدق جمهور مش حزب الله مش بس جمهور حزب الله اللي حكي بهاي المسألة، في مجلة أنا سمعت إيرلندية حكيت بالموضوع، هن نسبوها لهذه المجلة، حكيت يعني بعدين تبين أنه الموضوع مفبرك طبعاً. وفي عنا صحفي وعنا ناشط على الفيسبوك حاولوا أنه يعملوا تيست أو اختبار ليشوفوا مدى انسياق الجمهور وراء أخبار وفبركات مال مصداقية. وقالوا أنه مجموعة من الأكاذيب يلي مش ممكن أن يصدقها عقل. هلأ يطلع وليد جنبلاط يقول يعني. يطلع وليد جنبلاط يقول أنه جبهة النصرة ليست إرهابية وأنه النصرة تقاتل بسوريا تحت لواء المعارضة ضد النظام السوري وأنه يطلع سمير جعجع يقول بأنه ما حصل في معلولة قام به الجيش السوري وأنه هاي جبهة داعش هي عبارة عن أكذوبة عم يتم تضخيمها. مثل واحد ناشط على الفيسبوك زاد خبر وفي ناس بسيطين ما عندهم عمق ثقافي اتلقطوا بهذا الخبر وقعدوا يروجوا له. انت عم تحكيني عن انت عم تحكيني عن ابسط فرد بجمهور حزب الله عم تحطيه مقابل وليد جنبلاط وسمير جعجع. بس انا اللي بدي لك بس اسمعيني لحتى بس انا بس بدي لك نحن عم نناقش ردة فعل القواعد الشعبية على زعماء، هذا اللي عم نناقشه، مش عم نناقش انه مين عم يعني اي مواقف هي اخطر من اي مواقف. لا بس ليك الفرق وين ما بقى يعني ما انه ما تحطيني بموضع اني عبين انه جمهور حزب الله اني ملائكة. بس لا خلينا نحكي بالدقة العلمية اذا بدك. حزب الله عنده زعيم هو السيد حسن نصر الله. سيد حسن نصر الله باعتراف الأعداء قبل الأصدقاء أخطاؤه قليلة، مبادئه ثابتة ما بيتقلب بين ليلة وضحاها، مصداقيته عالية، إخلاصه بالتعامل مع الأمور واضح للعيان، ما عنده شيء بالشخصي. يعني وقت اللي بده يصرع بس خليني كفي رجاء. تفضل تفضل. طيب وقت اللي عم نلاقي جمهور لا ما نحن عم نحكي عن جمهور حزب الله وقت اللي عم نلاقي جمهور حزب الله أكثر التصاقا بمواقف السيد حسن وبمواقف وبخطاباته وبمبادئه هيدا ما بيعني أنه لحتى نبين أنه جمهور حزب الله لديه درجة من الوعي يجب عليه أن يتمايز ويختلف عن مواقف السيد حسن. مساقب انه هالرجل صادق والجمهور ماشي معه، مطلوب من الجمهور انه يتباين عنه ويختلف معه لحتى نقول انه جمهور واعي؟ مش هيك. بينما بالمقابل بالمقلب الاخر لا القصه مش هيك. هي وليد جنبلاط انا ما قادر ابلعها يا اختي، انا ما قادر افهم. هاي عاشر مرة بحكي بالموضوع ولحد هلا صرت مطالب عشر مرات حدا يطلع من الحزب الاشتراكي ينظر علينا، يا أخي اعملوا ندوة، اعملوا محاضرة، اعملوا مؤتمر صحفي، اكتبوا مقال على أنه جبهة النصرة أنه هاي الفكرة اللي زتلكن يا الزعيم فهمونا شو قصتها، كيف أنه النصرة مش إرهابية. فهاي مش مثل هاي. هلأ أنه واحد بزت خبر على ما على مواقع التواصل الاجتماعي وبيطلع أنه والله هاي الخبر ماخد 400-500 لايك، بقوم أنا بقول أنه والله الجمهور من نساء. لا بس هلا حضرتك عم تقول انه هذا الخبر تبع الخوذ اخذ 400-500 لايك مثلا، يعني هو كيف نعرف عن نزل على موقع المنار الفرنسي الالكتروني ومنه لا واخذ جديته من هذا الموضوع، نزل على مواقع تلفزيونات اخرى الالكترونيه وانتشر بكل مواقع التواصل الاجتماعي. لا صح. ما قال بي سي كمان اخذته مزبوط من بعد ما اخذته المنار والجديد الفرنسي كمان اخذه. يمكن انتم من بعد ما اخذته المواقع الفرنسيه يمكن انتم كثير مسلطين الضوء على الموضوع لانه انتم ما اخذتوا الخبر. لا مش مزبوط. انا هلا عم بسالك هذا الامر بس لانه انتم اوعى من غيركم من وسائل الاعلام ربما. طيب. انا ماني جاي هون لاي من وسائل الاعلام، انا عم بحكي بس على انه ما هو سبب انه هذا التفاعل السريع مع قطعه قاليه اللي كتبها انه هو قصد انه تكون مجموعه اكاذيب واضحه للعيان واكتشف انه هذه الاكاذيب. هلا ما بعرف انا الاشكال شو انه اذا واحد فبرخ خبريه وانتشرت على الفيسبوك انه عندما نقول حزب إن القواعد الشعبية هل مطلوب من كل واحد بحزب الله
أن يكون نيتشي يعني ويقعد أنه يفلسف له. بس عندما تقول أن القاعدة الشعبية للحزب التقدم الاشتراكي كيف لها أن تهضم هذه المواقف للنائب وليد جملاط وأنه عليها أن تنتقده، هذا أيضا يسري على القواعد الشعبية الأخرى يلي أيضا أنا مش عم أقول أنه هذه حملة منظمة. ليش زعيم حزب الله قال لهم؟ ما عم أقول هيك، أنا ما عم أقول هيك، بس عندما يكون خبر في قائم وفي وسط حزبي معين بيتم ابتلاعه حتى لو كان بعيد عن الصحة يا دكتور حبيب. بدنا نميز بين أمرين، الأمر الأول أنه مرة الزعيم بيطلع بيصرح تصريح مخالف للمبادئ والجمهور بيمشي وراه وبيزقف له، ومرة تانية في خبر بيتسرب من خلال وسائل إعلام بيقوم قسم من الجمهور بينساق وراء الخبر بيصير يروج له جزافين ضميريا. هاي مثل هاي يعني انت انا مش عم قارن، انا عم اقول انه يمكن للقواعد الشعبيه ان تصدق ما لا يمكن تصديقه. طيب لانه هو صادر عن بيئه حزبيه تنتمي لها. نحن طيب اذا انت استخدمت التعبير اللي بحل المشكله، هناك في انسياق والتزام بالمواقف، صحيح هون في تصديق خبريه. نعم بالحالتين مختلفين عن بعض. طيب مرة أنت بتطلب مني إجراء عملي يتعارض مع مبادئي بيمشي معك فيه، مرة أنت بتخبريني خبرية ما بتتصدق بقوم أنا بصدقها، بالحالتين كتير مختلفين عن بعض. أنه أنا انساق عمليا خلف الزعيم وبين أني أنا صدق خبر. نعم هاي الخبر مش بالضرورة أنه يكون صح. طيب بدي أنتقل لموضوع الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل، وأنت معروف بصراحتك بكثير من المواقف السياسية وسمعناك شو موقفك. كبري لي براسي هلأ لحتى أبدا لا أنا عم علق على مواقفك على رأيك بموضوع انتخاب رئيس الجمهورية، لأنه نحن من زمان حاكين بالموضوع وكان موقفك لافت بهذا الموضوع، هلأ نحكي عنه بآخر الحلقة. أنا عم بمزح. بس بين تيار المستقبل وحزب الله، هل ترى أنه الطريق أصبحت جاهزة لسلوك هذا الحوار؟ يعني من الأخير أنا بتصور أنه العقبة هي سعودية بصراحة يعني. ومثل ما أنه قبل هلأ وقت لي يعني كان تيار المستقبل إيجابي في التعامل مع موضوع ترشيح الجنرال عون وكانت العقبة سعودية، بما أن هدف المفاوضات بشكل أساسي وعم بحكيك إياه بصراحة هدف دعوة حزب الله تيار المستقبل إلى التفاوض هو حل إشكالية رئيس الجمهورية، فعدنا رجعنا إلى المربع الأول. هلأ بالسعودية بيعطوا ضوء أخضر لتيار المستقبل بالذهاب إلى التحاور مع حزب الله والله لا، إلى الآن الأمور لم تتبلور بعد، وأنا برأيي بانتظار ما سينجلي عن المفاوضات النووية بين إيران والخمسة زائد واحد عندئذ من الممكن أن تقرر المملكة العربية السعودية فيما إذا كانت تعطي الضوء الأخضر للتيار المستقبل، لسبب بسيط أنه سماحة السيد حسن، وهي نقطة مهمة لأنه كتير عم يسأل ليه حزب الله سمى ميشيل عون، وهذا الأمر ما بيعتبر ألا يعتبر بمثابة حرق لإله؟ صحيح، امبارح بعد ما سمعنا مرشح 8 أدار سمعنا فارس سعيد يعني عم يحكي بطريقة أنا سميتها طفولية، أنه ها بما أنه سماه يعني بما أنه حزب الله سمى الجنرال عون فهو لم يعد من بين المرشحين التوافقي، كأنه قبل بجمعة يعني هو كان توافقي، بس هيدا التصريح أنا برأيي أمين عام حزب الله سمى الجنرال عون لسبب بسيط، هو يعلم أن مشكلة الآخرين مع ميشيل عون أو بالأحرى الآخرون يقولون لميشيل عون مع حفظ الألقاب أنه نحن معك ما عندنا مشكلة، بس نحن مشكلتنا معك أنه أنت حليف لحزب الله. أمين عام حزب الله عم بيقول له لتيار المستقبل يا خيي تعا أنت اللي عندك مشكلة مع ميشيل عون عشان هو حليفه، أنا حليف ميشيل عون عم بقول لك تعال أقعد أنا وياك نتفاهم ونتحاور، والتطمينات والضمانات والهواجس اللي عندك إياها والتي تمنعك من تبني الجنرال عون مرشحا توافقيا تعال أنا بزل لك إياها، اسمع وجهة نظري. نعم فهذا هو الموضوع. هلا له بعد اخر كمان، يعني خلينا نحكي الامور مثل ما هي قبل ما انه هذا، بس بدي اقول انه الرئيس تمام سلام غادر عينتيني بعد لقائه الرئيس نبيه بري من دون ادلاء باي تصريح.
في بعض آخر أنه إيران هلكت هي وعم تدق على الباب السعودي، ودائما النتيجة تأتي من السعودية سلبية. نعم. أنه على وعسى هالمرة من خلال مبادرة حزب الله بالتواصل مع تيار المستقبل أن يؤدي الأمر إلى انفراجات ما أو فتح ثغرات ما بالعلاقات الإيرانية السعودية. يعني بدل ما دائما نحل الأمور من فوق لتحت، خلينا هالمرة يا أختي نجرب نحلها من تحت لفوق. إذا نحن إذا بدنا نتعامل مع تيار المستقبل مثل ما هو بيقول بأنه فريق سيادي، أنه قراره ولو ثورة الأرز، كل فلسفة الموضوع بثورة الأرز هو السيادة والاستقلال. إذا أنتم ما بتاخذوا إعازات من برا، تعال حتى نقعد. يوزفين لحد هلأ بتاريخ لبنان ما حدا قدر ولا مرة يحمل هيك طائفة أو طرف ويكبه بالبحر. التوافق بنهاية المطاف والتعايش هو قدر لا مفر منه بين اللبنانيين. وبالتالي من انطلاقا من هذا الكلام اللي عم تقوله انه انه يعني اليوم او بكره عاجلا ام اجلا رح يقعدوا على طاوله واحده حزب الله وتيار المستقبل، ولكن نحن ننتظر مثل ما قلت حضرتك الضوء الاخضر السعودي. بالضبط هيك. وهذا مرتبط بالاستحقاق الرئاسي وبهويه الرئيس. هل تقول بالمفاوضات النووية؟ طيب في حديث وقراءة للأحداث الماضية أنه اليوم الوزير الخارجية السعودي سعود الفيصل ورئيس فؤاد السنيورة والدكتور سمير جعجع هم الثلاثي الذي نجح بقطع الطريق أمام الحوار إذا بدك المستقبل بين المستقبل والتيار الوطني الحر، وهم الذين نجحوا بقطع طريق العماد ميشيل عون إلى قصر بعبدة. هل هذا واقعي يعني؟ وانطلاقا من هون هن ايضا لا يزالون عم يقطعوا الطريق او يحاولون قطع الطريق امام الحوار المستقبلي. سمير جعجع وفؤاد السنيورة وسعود الفيصل يعني الثلاثه جسم لبيس. يعني انه سمير جعجع بطبيعه الحال بده يعمل رئيس جمهوريه، وكل ما يمكن ان طبعا انا ما عم بحكي عن معلومات، بس اذا بدنا نتناول السي في تاع كل شخص من هول الثلاثه، ايه من الممكن انه هول ثلاثة مشكلين ما يشبه التكتل او اللوبي من اجل. يعني انا دائما بسال سؤال انه اذا كانت العلاقات بين حزب الله والمستقبل متوتره بيزعل سمير جعجع؟ بس هل اليوم في مسعى يعني لعدم وصول هذا الحوار الى خواتم جيده انطلاقا من هذا الثلاثي؟ ايه حتى يعني رئيس فؤاد السنيوره حتى يعني ليك أنا بعتبر إنه في شيء طاسي ضايعة بتيار المستقبل. هاي التباين بالتصريحات، غياب سعد الحريري عن الساحة، التخبط الحاصل من قبل المملكة العربية السعودية على المستوى الإقليمي، هذا الأمر عم ينعكس على علاقة السعودية بحلفائها. بغض النظر عن الأسماء، بس هاي الأسماء مش يعني مش مستبعد على الإطلاق إنه أن تلعب دورا ما في سبيل منع وصول الجنرال عون إلى سدة الرئاسة. يعني سعود الفيصل ما زالت مقاربته للأمور على خلفية حزب الله، ومجرد أنه حزب الله، أنا بقول لك شيء، هلأ الجنرال عون يعلن إذا كان هو بثماني أزار يعلن خروجه منه، وبما هو حليف مع حزب الله يعلن عن فك تحالفه مع حزب الله، خلال أسبوعين ثلاثة بيركب مرشح لإلهم، مش رئيس جمهورية عم بقول. نعم. بيركب مرشح لدى الفريق أدار. الآخر. فكيف إذا كان قد قال إنه وجوده مع حزب الله هو تكامل صار. وجودي؟ هذا مصطلح فلسفي. إيه. بس إنه لافت في هذه الفترة الزمنية. تكامل وجودي يعني هو أعلى درجات إيه؟ التوحد. صح. عرفت؟ صح. يعني هو عكس تماماً الانفصال عن 8 أدار. أنا عم أقول يعني. حزب الله شو ممكن يكون ثمن هذا الموقف؟ عشان هيك سمعت السيد حسن نصر الله بعت للجنرال عون. قال له نحن مش لأنه يعني مرة أنا أنت عملتي معي شيء. وفاءً لا. إيه. وأنا عم برد لك إياه. لا مش هيك. هي عن قناعة. عشان هيك حزب الله يعني أنا برأيي برأيك العماد ميشيل عون سيدفع ثمن هذا الموقف غاليا؟ دفعوا خلاص. يعني أنا برأيي موضوع الرئاسة للجنرال عون يعني ليك بس في حالة وحدة، أو حدا مثلا يروح يهدد السعودية سعود الفيصل يحط له فرد براسه،
أو حدا بده ينزل يقنع النواب إنه تعب، يعني ما هي في آلية تنفيذية من أجل الوصول إلى هذا الأمر. وفي ظل المعطيات السياسية القائمة بالمنطقة، وفي ظل حالة الاحتقان، وفي ظل خلط الملفات، وفي ظل الفوضى الخلاقة، الملف اللبناني تحول بالكامل إلى أداة بخدمة الملفات الكبرى. طب هلأ شو حيثيات الحديث عن استحقاق الرئاسة وأنه حرك بهذا الاستحقاق؟ لأنه سمعنا مؤخرا في حركة بهذا الموضوع. الرئيس بري أوحى للنواب، والمفارقة يعني أنه نعلى شيء مع يعني النواب اللي قاعدين هم أصحابنا بلقاء الأربعاء، قال لهم في مؤشرات إيجابية بس ما بقدر أقول لكم إياها، يعني أنه ما عليه الواحد يحكي اللي إله واللي عليه، أنه ما هني أصحاب الشأن، يعني مين بينتخب رئيس جمهورية؟ مش النواب؟ مؤشرات إيجابية بشو؟ ما باتجاه حل حالية ملف رئاسة الجمهورية. ليه ما بيقدر يقولها للنواب؟ عظيم، أنا هاي السؤال اللي عم بسأله، ما هن اللي بدهم يصوتوا وهن أصحاب القرار مفترض، فكيف أنت ما بتقدر تقول المؤشرات الإيجابية للمعنيين بملف انتخاب رئيس؟ بحسب قراءتك شو ممكن تكون هذه المؤشرات الإيجابية التي ستسبب هذا الحراك بالاستحقاق الرئاسي، طالما عم تقول حضرتك أنه قضية العماد ميشيل عون فيها أزمة حتى الساعة؟ هو ما أفصح عنه، بس يبدو أنه مبادرة 14 آذار، أو تحديدا مبادرة 14 آذار للذهاب إلى مرشح توافقي، ممكن العمل على إعادة إحيائها، ممكن يعني أن يتم تبنيها ضمن صيغة معينة بشكل متزامن مع إعادة إحياء قانون الانتخابات على أساس القانون المختلط. لأنه قال الرئيس بري بأنه الأرثوذكسي خلص لن يوافق عليه مجددا حتى لو أعيد طرحه، صح؟ وهذا ما بيمنع أنه ينعاد طرحه، يعني على الهيئة العامة ما في مانع أنه ينعاد طرح هذا القانون، بس أنا اللي كنت عم بقوله أنه ما عليه، هاي للمرة الرابعة بنفس على نفس الطاولة بنحكي نفس الحكي. في الرئيس بري كيف عم يقارب الأمور؟ ممكن يكون عم يقارب الأمور كشكل التالي، أنه لا مفر من العمل على الاتيان برئيس توافقي للجمهورية في لبنان. إذا كان الجنرال عون بنظر بعض اللبنانيين ليس توافقيا، تعالى حتى نرسم إطار عام للرئيس التوافقي على أن يعطى للجنرال عون الأفضلية في تسميته. أوكي. من سيكون رئيسا للجمهورية؟ اليوم من هو والبديل عن هاي الوضع هو بقاء لبنان بلا رئيس إلى أمد مفتوح. اليوم مين بهذا المربع؟ مين الأوفر حظا في هذا المربع؟ ما بعرف، يعني أنا عادة ما بحب الدخول بالأسماء. بس يمكن في أسماء عم تطرح، يمكن سفير لبنان السابق بالفاتيكان، مش قائد يعني الجيش. واحد من قائد الجيش بالفترة الأخيرة جرى تلميع صورته، بس أنا ما عندي معلومات. تلميع قصدا كرمال الرئاسة؟ أنا عم بحكي ممكن. هذا مهم هذا. لا بس أنا ما خليني كفي، خليني يعني بطرابلس وبعرسال أنا بتصور، ما عندي معلومات، بس هيك مجرد توقع أن حزب الله لن يذهب أو لن يقبل بقائد الجيش مرشحا لرئاسة الجمهورية. حزب الله لن يقبل بقائد الجيش. عم بحكي الجمهورية. توقع مش عم بحكي. وتوقعاتك يعني دايما بتصيب. ليه؟ لأنه يعني تجارب الحزب مع قيادات الجيش مش مشجعة كتير. صحيح هلأ في فرق بين ميشيل سليمان وبين الجنرال أهواجي، بس بتعرفي وقت اللي صارت أحداث خط صيدا وحرقوا دواليب عشان الكهرباء ونزل الجيش وقتل 7 مواطنين، بوقتها كان الرئيس سليمان بده يترشح لرئاسة الجمهورية. إجا عند السيد حسن نصر الله، قال له للسيد يعني شو بدك؟ بدك علق مشانق للضابط والجنود اللي قوسوا؟ بعملها. طيب نفس هيدا الإنسان عندما وصل إلى رئاسة الجمهورية، عندما وصل إلى رئاسة الجمهورية بهديك القعدة كان عم يتغنى بالمقاومة، علما أنه إحنا عم نحكي بعد سنة 2000.
هو بيقصر بعبده صار يحكي عن المعادلة الخشبية. ممتاز. هل يعني أنت يعني عند حزب الله ما في ثقة بمن يتولى قائد الجيش بأنه يمكن أن يغير مواقفه ويمكن أن يصبح ميشيل تين؟ أنا ما بحكي عن شخص قائد الجيش، أنا بحكي عن المنصب. وإذا بدك أنت بالمنطق وبالعقل يا أختي، أنا لا بدي أعدل الدستور. ليش هالدستور عاملينه ممسحة على مقاس الأشخاص؟ معقولة بكل هالبلد لا يوجد شخصية مارونية؟ من الممكن. يعني ما هي خصوصية قائد الجيش حتى يأتي رئيسا للجمهورية؟ بيقولوا لك كان ناجح بقيادة الجيش. عال ما إذا ناجح بقيادة الجيش خلوه مطرحه، لأنه إذا انتقل من قيادة الجيش إلى مكان آخر يمكن يفشل. شكرا لك دكتور حبيب. خلصنا ومدينا الوقت شوي، ما بقى فينا نمدد لأنه طلبت، بس يبدو أنه ما فينا. شكرا لك دكتور حبيب على وجودك معنا اليوم بحوار اليوم. من العادة كانت حلقة مميزة. شكرا للمشاهدين على المتابعة، وإلى اللقاء.